الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا مع شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. وقرن بفا حتما جوابا لجعل، شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل، وتخلف الفائذة المفاجأة كإن تجد لذن لنا مكافأة، والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء والواو بتثليث قمن، وجزم أو نصب لفعل إثر فاء أواو نو بالجملتين اكتنفا. عندنا الآن مسألة، قلنا أن هذه الأدوات تجزم فعلين، الأول فعل الجزاء والثاني جواب الجزاء. إذن قلنا تجزم فعلين. الآن عندنا جملة الجزاء لا يصلح أن تكون جملة فعلية، أو لا تصلح أن تكون فعلا مضارعا، فماذا نفعل؟ نقرنها بالفاء. إذا كان الجواب لا يصلح أن يكون شرطا، وجب اقترانه بالفاء. ألف الجملة الاسمية، إن جاء زيد فهو محسن. فعل الأمر، إن جاء زيد فاضربه. الفعلية المنفية، بما، إن جاء زيد فما أضربه. الفعلية المنفية بلن، إن جاء زيد فلن أضربه. فإن كان الجواب يصلح أن يكون شرطا كالمضارع الذي ليس منفيا بما ولا بلن، ولا مقرونا بحرف التنفيس ولا بقد، وكالماضي المتصرف الذي هو غير مقرونا بقد، لم يجب اقترانه بالفاء. إن جاء زيد يجئ عمر، إن جاء زيد قام عمر. الآن عندنا إذا كان الجواب جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء، ويجوز إقامة إذن الفجائية مقام الفاء. قال تعالى: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. ولم يقيد المصنف الجملة بكونها اسمية، يعني بعد إذن الفجائية لم يقيدها المصنف بكون اسمية، استغناء بفهم ذلك من التمثيل، وهو أن تجد لنا، إن تجد إذن لنا مكافأة، لأن أصلا لا تدخل إذن الفجائية إلا على الجملة الإسمية. إذا وقع بعد جزاء الشرط فعل مضارع بالفاء أو الواء، جاز فيه ثلاث أوجه: الجزم والرفع والنصب. وقد قرئ بالثلاثة قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء، بجزم يغفر ورفعه ونصبه. إذن فيغفر فيغفر فيغفر، إذن يجزم فيغفر فيغفر فيغفر. وكذلك رفع بالثلاثة قوله: فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والبلد الحرام، ونأخذ بعده بذنا بعيش أجب الظهر ليس له سنام. روي بجزم نأخذ ورفعه ونصبه. إذا وقع بين فعل الشرط والجزاء فعل مضارع مقرون بالفاء والواو، جاز نصبه وجزمه. إن يقوم زيد ويخرج خالد أكرمك، بجزم يخرج ونصبه. إذن إن يقم زيد ويخرج خالد، إن يقم زيد ويخرج خالد أكرمك. ومن النصب قوله: ومن يقترن منا ويخضع نوؤه ولا يخشى ظلما ما أقام ولا هضما. هذا، وصلى الله على محمد.